دخلني على المؤسسة هاي بسبب الاستشهاد عمي وسيدي وعم أبوي. شو بعد صفتي سيطرة ليش شسافت الزعبة نرجع بيقوة بكاب 20 ومدرخة بيقوة؟ هلا أنا كمان ما جاء المؤسسة كان عندي أراء كثيرة عن الإسرائيليين ما كانت كثيرة لها. يا فاهم شلون عشان بقاش لفلسطينيين بس ما دخلت المؤسسة كثير طيب شفت ناس كثير زيي وسمعت قصصهم بقاش لأنشيم شيبدو لو راك أخ أو أخوت أو إما إلا ماش كام بني مشبخة عرفت أنهم بيعانوا زيي زيهم زي أهلي زي أهلي كل نفس بشرية تزهق هاد خسارة للإنسانية مش خسارة للإسرائيليين ولا خسارة للفلسطينيين السلام يصيح لغو من لمعتها مع ناشين الطرفين كلا الطرفين قادرين مثلا يعملوا مجازر يقتلوا من هون ومن هون بس برضه في حل اللي هو السلام إذا كان باستطاعتنا نعمل السلام نمشي في هذا الطريق إننا نعمل سلام